شنو؟ صونيت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدة والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون. طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، وعملا بمقتضيات المواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب هذه الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة. وقبل الشروع في جدول الأعمال، أعطي الكلمة للسيدة الأمينة لتلاوة ملخص عن المراسلات الواردة على المكتب، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. توصل مكتب مجلس النواب بمشروع قانون رقم 24/15 يتعلق بالغرف المهنية، وفي إطار قراءة ثانية أحيل من مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 113/12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومشروع قانون رقم 127/12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. ومن السيد رئيس الحكومة توصل المجلس بمراسلة تتعلق بدعوة المرشح السيد حسن بوركالن لشغل المقعد النيابي الذي كان يشغله المرحوم موحى بوركالن. وأخيرا عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 21 إلى 28 أبريل 2015 هي 75 سؤالا شفويا، 110 سؤالا كتابيا، 142 جوابا عن أسئلة كتابية. الأسئلة الكتابية المتبقة دون جواب 10584. وشكرا سيد رئيس. شكرا. نشرع الآن في جدول الأعمال الذي يتضمن جزئين. يتعلق الجزء الأول بالأسئلة المحورية في سؤالين اثنين، والجزء الثاني يتعلق بباقي الأسئلة ويتضمن 8 أسئلة. تفضل السيد نائب. السيد الرئيس المحترم، بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، باسمي كنائب برلماني على منطقة زاكورة وباسم فريقنا، بغينا نطلبوا منكم كرئيس وكمجلس تلاوة الفالحة على حادثة السير اللي وقعت اليوم بمنطقة تيشكا، بجبال تيشكا، بمنطقة ورززات، واللي عدد الضحايا ديالها تقريبا 8 أشخاص. حافلة السيد الرئيس المحترم، ومن خلال كذلك كنطلبوا منكم من الحكومة الإسراع تنفيذ مشروع نفق تيشكا. وشكرا. تعرف الطرق المغربية حوادث تسير كل يوم، والفاتحة كنقراو على جميع ترحما على أرواح جميع الضحايا الطرق. الكلمة الآن في إطار الجزء الأول المتعلق بالأسئلة المحورية، وأعطي الكلمة في حدود دقيقة لتقديم السؤال المحوري الأول لفرق ومجموعة الأغلبية والمتعلق بالسياسة الحكومية لخفض الدين العمومي واسترجاع التوازنات المالية. سيد رئيس، أنت اللي خصك تضبط هذه العملية. سيد رئيس، أنت اللي خصك تضبط العملية. خلونا نبداو الجلسة، نبداوها في واحد جو هادئ.
بزاف الحوادث مفجعه السيد الرئيس. انا قلت نترحم السيد الرئيس. الكلمة لأحد النواب لطرح السؤال حول السياسة الحكومية لخفض الدين العمومي واسترجاع التوازنات المالية. شكون اللي غيطرح السؤال؟ شكرا سيد رئيس. سيد رئيس الحكومة المحترم، عرف المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة إشكالات كبيرة على مستوى التدبير المالي العمومي أدت إلى تفاقم عجز الميزانية وارتفاع المديونة بشكل مضطرد وضعف القدرات الاستثمارية العمومية نتيجة انخفاض قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات الجارية ونفقات الاستثمار. وبالنظر للأهمية القصوى التي يكتسيها استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية والميزانياتية، فإننا نسائلكم سيد رئيس الحكومة المحترم، ما هي استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية؟ وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لخفض موارد وتكاليف الدين العمومي؟ وشكرا. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للإجابة عن السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، أود في البداية أن أشكر فرق ومجموعة الأغلبية على طرح هذا الموضوع المهم المتعلق بسياسة الحكومة لخفض الدين واسترجاع التوازنات المالية. وجوابا على هذا السؤال، سأبين أولا لماذا وكيف يتم اللجوء إلى الاستدانة، ثم سأستعرض ثانيا أسباب ارتفاع مديونية المغرب خلال السنوات الأخيرة، وسأوضح في الأخير استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية وخفض الدين العمومي. أولا، لماذا وكيف يتم اللجوء إلى الاستدانة؟ في البداية لا بد من التأكيد على أن الحكومة ومنذ توليها المسؤولية جعلت من الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية أولوية كبرى، إلى جانب أولويات مهمة أخرى تتمثل في تسهيل الحياة للمقاولة وتحسين مناخ الأعمال وإعادة التوازن للمجتمع من خلال الاهتمام بالفئات المهمشة، وذلك في إطار تنزيلها للمبدأ الذي نص عليه الدستور في فصله 77 والقاضي بأن يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. كما ينبغي التذكير بالمعطيات التالية: إن تعبئة التمويلات عبر اللجوء إلى الاستدانة يفرضها عجز الموارد العادية المتوفرة عن الاستجابة للنفقات المتزايدة التي تتطلبها مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن المديونية مرتبطة ارتباطا وثيقا وأوتوماتيكيا بمستوى عجز الميزانية، حيث تعرف المديونية ارتفاعا في السنوات التي تسجل عجزا في الميزانية وتتناقص في السنوات التي يتراجع فيها عجز الميزانية أو يكون فيها فائض في الميزانية. إن اللجوء إلى الاستدانة عند الضرورة لا يشكل إشكالا في حد ذاته شريطة التحكم من جهة في أوجه صرف واستعمال التمويلات المعبأة بالحرص على تسخيرها حصريا لتمويل الاستثمارات المنتجة، وشريطة الحرص من جهة أخرى على ألا يتعدى مستوى المديونية السقف الذي يضمن استدامتها والقدرة على إرجاعها. كما تجدر الإشارة في الأخير إلى أن اللجوء إلى الاستدانة يخضع للترخيص من قبل البرلمان، باعتبار أن مستوى المداخل والنفقات وحاجيات التمويل السنوية يتم الترخيص لها في إطار قانون المالية السنوي،
والذي يحدد سقفا لمستوى التمويلات الخارجية لا يمكن بأي حال تجاوزه، وتتم تغطية الفارق المتبقى من احتياجات التمويل بالموارد الداخلية. سيد الرئيس، لقد عرف مؤشر الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعا ابتداء من سنة 2010 ليصل إلى حدود 59.7% من الناتج الداخلي الخام متم 2012، ثم 63.5 في نهاية 2013، ثم 63.9% في نهاية 2014. ويأتي هذا الارتفاع في ظرفية اقتصادية تميزت بارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والأساسية، وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أدت إلى تراجع الموجودات الخارجية وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني خصوصا التمويل الخارجي. ولمواجهة هذه الوضعية عمدت الحكومة إلى تبني سياسة مالية توسعية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية التي استعملت فيها كل الإمكانيات والهوامش المالية الميزانياتية التي كانت متوفرة آنذاك، حيث قامت بإعطاء الأولوية لإنعاش الطلب الداخلي عبر الإجراءات التالية: الرفع من الاستثمار لتعويض تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا، حيث وصلت نفقات استثمار الميزانية العامة إلى 50 مليار درهم سنويا في المتوسط بين 2011 و 2014 مقابل 39.8 مليار درهم بين 2007 و 2010. دعم الاستهلاك، وذلك من خلال الرفع من الأجور، حيث بلغت كتلة الأجور 96.5 مليار درهم في المتوسط السنوي بين 2011 و 2014 مقابل 72.6 مليار درهم بين 2007 و 2010. تحمل تكاليف المقاصة التي بلغت 44.5 مليار درهم في المتوسط السنوي بين 2011 و 2014 مقابل 22.1 مليار درهم بين 2007 و 2010. لذلك فإن تدهور مؤشر المديونية هو نتيجة طبيعية للسياسة الاقتصادية التوسعية والإرادية والتي نهجتها الحكومة، والتي سمحت في خضم مناخ متقلب على المستويين الدولي والإقليمي لاقتصادنا بمواصلة حيويته والحفاظ على مناعته. وفي المقابل أدت هذه السياسة إلى استهلاك الهوامش المالية المتاحة وتعمق عجز الميزانية وارتفاع مؤشر المديونية. وبالرغم من أن نسبة المديونية تبدو مرتفعة، فإن الأهم هو مدى استدامة هذا الدين، إذ أن المستوى الحالي للمديونية يعد بعيدا عن الخط الأحمر والذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في نسبة 70% من الناتج الداخلي الخام، والحال أن مديونية الخزينة لا تتعدى 64%. كما أن الدين العمومي يبقى متحكما فيه، كما تدل على ذلك مؤشرات المخاطر المتعلقة به والتي تبقى في مستويات مقبولة في متم سنة 2014. محدودية المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل حيث لم تتجاوز حصة الدين ذو المدى القصير 17%. محدودية المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة حيث لا يمثل الدين ذو سعر الفائدة المتغير سوى 8.4%. ثالثا، استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية وخفض الدين العمومي. السيد الرئيس، مع استمرار الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية والبترولية تقلصت الهوامش المتاحة، وكان لا بد من إدخال إصلاحات مهمة والخروج التدريجي من السياسة الاقتصادية التوسعية، وقد همت بالخصوص ما يلي: إصلاح نظام المقاصة عبر تفعيل نظام المقايسة الكلي بالنسبة للبنزين والفيول بكل أنواعه والغازوال، البدء في الإصلاح الضريبي عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي بهدف تعزيز مردودية المنظومة الجبائية وتحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين. وبفضل هذه الإصلاحات فقد نجحت الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 5.2% سنة 2013، ثم إلى 4.9% سنة 2014، ومن المرتقب أن ينحصر هذا العجز في حدود 4.3% سنة 2015. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أول ادخار عمومي إيجابي يقدر ب 5.2 مليار درهم سنة 2014 بعد ادخار سلبي لمدة 3 سنوات متتالية. وكان من نتائج هذه الإصلاحات والتحكم في عجز الميزانية أن تقلصت الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 0.4 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014 مقابل معدل الارتفاع السنوي بلغ 4.1 نقطة ما بين 2009 و 2013. ويبقى الهدف هو استقرار نسبة المديونية خلال هذه السنة على أن تنخرط في منحة تنازلي ابتداء 2016.
كما عملت الحكومة على إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية عبر إدخال قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، مما سيساهم في خفض معدل المديونية. وهذا ما جسدته الحكومة على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015. كما تسعى الحكومة إلى نهج سياسة اقتصادية قادرة على تحقيق نسب نمو اقتصادي مهمة من خلال استمرار نهج الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاعات المنتجة وتنويع النسيج الاقتصادي الوطني لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتضامني. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الرئيس. كلمة للفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية في حدود دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل سيدنا. تفضل. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس الحكومة، أنا عندي غير أسئلة مباشرة. اليوم الدين العمومي وصلنا تقريبا 580 مليار ديال الدرهم، ولكن اللي كنلاحظوا للأسف الشديد أن خدمة الدين انتقلت من 37 مليار ديال الدرهم سنة 2011 إلى 68 مليار درهم سنة 2015. وهادشي أنتم تكلمتوا بأن نسبة الاستثمار العمومي انخفضت سيد رئيس الحكومة، ماشي تكثرت، وبالتالي انتقلت من 20.8 مليار ديال الدرهم سنة 2011 إلى 19.3 مليار ديال الدرهم 2015. التخوف الكبير ديال الناس سيد رئيس الحكومة هو هذا الدين العمومي يكون موجه إلى الاستهلاك ولا لسير الاستثمار، وحنا كنتخوفوا ربما يكون هذا الدين العمومي موجه ربما الاداء ديال غير الاجور، الاداء ديال تاتيد ديال المكاتب الى غير ذلك. وبالتالي اليوم حنا شكرا سيدنا وطالبين باش تكون شكرا سيدنا نائب. انتهى الوقت. الكلمه لفريق العداله والتنميه في حدود 4 دقائق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مسألة الدين العمومي هي مشكل يؤرق جميع دول العالم، ولا هي ليست خاصية تطبع الاقتصاد الوطني، بل هي تطبع جميع الاقتصاديات بالنظر إلى تدبير الحيوي للمالية العمومية. سأتطرق، لأن السيد رئيس الحكومة مداخلته كانت جد مهمة وجد دقيقة، سأتطرق إلى 3 نقاط. أولا بالنسبة للدين العمومي اليوم اللي في المغرب، واش هو نتاج غير هذه الحكومة. الدين العمومي اليوم في شق مهم جاي من أننا وصلنا اليوم بعد الديون اللي خدتها المملكة المغربية في سنوات 2004-2005 اللي وصلت اليوم أماتوريتي وخصها تخلص. إذا شق كبير من هذا الدين ماشي ديال هذه الحكومة، هو ديال الحكومات السابقة. شق ثاني عنده علاقة بتأثير الأزمة العالمية على الميزانية، بحيث أن الميزانية المغربية عرفت غد عدة تغييرات على مستوى المداخل وكذلك على مستوى النفقات. على مستوى المداخل مثلا، المردودية ديال النفقات الجبائية عرفت واحد الانخفاض كما قلت بفعل تأثير الأزمة العالمية، كذلك المداخل غير الجبائية. وهنا غادي نهضر على واحد النقطة اللي جد مهمة، المداخل المحصلة من الخصصة التي كانت تمثل 48 مليار سنة 2001-2007، واللي اليوم يعني في الفترة بين 2008 و2011 يلاه كتوصل 5.2 مليار، مما يعني أن 85% من المداخل المحصلة من الخصصة تم تحصيلها قبل 2008، وهذا يثقل كاهل الميزانية العمومية. نفس الشيء بالنسبة للمصاريف، بالنسبة للمصاريف العمومية أو لا النفقات، النفقات العمومية كذلك عرفت واحد الارتفاع مهول. يكفي أن نعرف أن النفقات المقاصة وصلت خلال الفترة 2009-2012 144 مليار درهم، في حين أن نفس النفقة كانت 2005-2008 في مستوى 72 مليار درهم.
نفس الشيء بالنسبة للمجهود الاستثماري. المجهود الاستثماري للحكومة الحالية هو مجهود جد مهم، بحيث أن الاستثمارات في الفترة بين 2009 و2013 وصلت 653 مليار درهم، في حين أن هذه النفقات في الفترة بين 2005 و2008 كانت في مستوى 330 مليار. يعني بأن الاستثمار في ظل هذه الحكومة تضاعف، وهذا كيبين بأن الحكومة كتأمن بالتأثير وبالأهمية ديال الاستثمار. النقطة الثالثة هي كتلة الأجور. كتلة الأجور عرفت حقيقة واحد الارتفاع بمستوى 104% بين 2003 و2014. كل هذا كيبين بأن الميزانية العمومية تأثرت بزاف، وهذا الشيء اللي كيخلق العجز كما شرحه السيد رئيس الحكومة، واللي كيخلينا نمشيو للمديونية. لكن الحكومة الحالية التجأت للبحث عن عدة إجراءات وعدة إصلاحات بهدف النقص من هذا العجز. هذه الإصلاحات بدات كتعطي الأكل ديالها، بحيث أن الحكومة قدرت تحكم في النسبة ديال الديون، بحيث أن النسبة ديال ارتفاع ديال الدين العمومي بين 2010-2011 حتى 2012 كانت كتطلع ب 4%، في 2014 طلعت فقط ب 0.4%، وهذا كيبين المجهود المهم اللي كتقوم به الحكومة. بين 4% ل 0.4 هذا مجهود جد مهم، وقد اعترفت بذلك مؤسسة التنقيط العالمية، بحيث أن التقرير الأخير لستاندرد أند بورز حول تصنيفات الديون السيادية في منطقة الشرق الأوسط تؤكد ذلك. شكرا، انتهى الوقت. كلمة لفريق الأصالة والمعاصرة في حدود دقيقة. شكرا سيد رئيس الحكومة. الرقم ديال 60 مليار سيد رئيس الحكومة هو اللي عندكم ديال خدمة الدين، بينما الاستثمار هو 50 مليار ديال الدين. بمعنى خدمة الدين كيف ما قال الأخ من الاستقلال هي أكبر من الميزانية ديال الاستثمار. واخا قولوا لنا هذا الدين هذا العمومي اللي كنكلفوا راسنا باش نجيبوه، قولوا لنا فين درتوه؟ شنو هي المشاريع المنتجة المهيكلة اللي كتخلق مناصب الشغل؟ أعطيونا أمثلة حية وقولوا لنا شحال ديال عدد مناصب الشغل اللي خلقتوها في الأوراش الكبرى في الصناعة مثلا وفي أمور أخرى. ثانيا السيد رئيس الحكومة المحترم، أنتم كتكلموا فقط على الدين ديال الخزينة، وانتم تعلمون علم اليقين بان الدين اللي تكلم عليه الاش سي بي المندوبيه الساميه للتخطيط هو الدين العمومي بعد كله اللي وصل 80%، هذاك الخط الاحمر اللي تكلمتي عليه السيد رئيس الحكومه. ثالثا واخيرا ما تكلمتوناش على الدين الداخلي، اي الفلوس اللي كتاخذ الخزينه من الاقتصاد وما كيمشيوش هذه الفلوس للمقاولات. شكرا سيد نائب، انتهى الوقت. الكلمه لفريق التجمع الوطني الاحرار في حدود 7 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون. لما كلفني السيد رئيس الفريق بالتعقيب على جوابكم السيد رئيس الحكومة، ولما اطلعت على الموضوع، ولما توصلت بالمعلومات حول الموضوع، وجدت نفسي سيد رئيس الحكومة بأن من أسهل مداخلات اللي نقوم بها هو هذه المداخلة هذه، لأن وجدت بأن الأرقام تتكلم بنفسها. وهنا بغيت نركز على واحد جوج نقاط سيد رئيس الحكومة قبل ما نبدأ المداخلة. أولا، أحب من أحب وكره من كره سيد رئيس الحكومة، هذه الحكومة هذه جات وجابت معها البركة. سعر النفط انخفض 50%، سعر الغاز كذلك، الاستثمارات تزداد يوما بعد يوم، ومن الأوراش الكبرى اللي خلات المغرب يكون عنده فرصة باش يكون باش
باش بو كري لي زومبلوا، وهو اليوم المغرب كيلعب دور كبير في صناعه السيارات. اليوم المغرب كيلعب دور كبير في قطاع الطيران. اليوم المغرب كيلعب دور كبير في الطاقات المتجدده وغير ذلك. الامطار سيد رئيس الحكومه، الامطار تهاطلت في جميع نواحي المغرب. واليوم سيد وزير الفلاحه الامس اعلن بانه هذه السنه الفلاحيه باذن الله غتكون من احسن سنوات، وهو تكلم ونأكد على الرقم، غيتكلم 110 مليون قنطار من القمح. هذا جواب من فضل الله، هذا جواب من رحمة الله. سيد رئيس الحكومة، حكومتكم تتمتع برحمة وبعطف الخالق. ثانيا سيد رئيس الحكومة، لما هذه الحكومة عرفات أزمة سياسية والتحق بها الحزب اللي كينتمي ليه حزب التجمع الوطني للأحرار، كاين اليوم واحد الثقة، وكاين اليوم واحد الانسجام، انسجام تام وخالص اللي كيخلي جميع القطاعات وجميع الوزارات كيشتغلوا بكل ارتياح. هذا الانسجام وهذا الارتياح هو اللي خلى الحكومة توصل اليوم وتعطي هذه النتائج، ونوصلوا الحمد لله والوضعية المالية تحسن. سيد رئيس الحكومة، إن بلادنا نجحت في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، إذ تمكنت من تخفيض عجز الميزانية والعجز التجاري من الناتج المحلي الإجمالي. نطلب منكم بأن التدابير الرامية إلى خفض عجز الميزانية العمومية لا يجب أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي والدينامية الدورة الاقتصادية الوطنية، وأن المرحلة تقتضي توفيق بين التوازنات الماكرو اقتصادية وبين تشجيع الاستثمار والإنتاجية والاستهلاك والوصول إلى مستوى اقتصادي قادر على خلق الثروات والشغل، خصوصا في ظل الوضع السياسي المستقر الذي يميز بلادنا. وتجدر الإشارة أن العلاقة الجدلية القائمة هنا تكمن في الربط الميكانيكي بين العجز الميزانية والدين العمومي، وإقرار سياسة وقائية عقلانية في إطار مقاربة استراتيجية حاذرة للتوازنات الماكرو اقتصادية من أجل ضبط التوازنات المالية. السيد رئيس الحكومة، إننا في فرق الأغلبية نعاين عن كتب تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية لبلادنا، إذ نؤكد على ضرورة تنفيذ استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية، فإننا نثمن الإجراءات التي همت ترشيد النفقات العمومية خاصة تلك المتعلقة بالتسيير، والتركيز أساسا على تقوية التنافسية الاقتصادية الاقتصاد الوطني عبر إنعاش الاستثمار العمومي والخاص، والعمل المستمر على جلب الاستثمار الأجنبي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. السيد رئيس الحكومة، بالرغم من هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي، فإن الحكومة حققت الأهداف المسطرة في التصريح الحكومي، كما استطاعت عن المحافظة عن التوازنات الماكرو الاقتصادية دون المساس بالقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية. السيد رئيس الحكومة، اليوم جميع المؤسسات المالية العالمية تعترف بالنموذج المغربي وتعترف بنجاح هذا النموذج. سيد رئيس الحكومة، استمروا في عملكم رغم التشويش على الحكومة الذي لا يؤثر على عمل حكومتكم، ونحن كالأغلبية
سنكون معكم واستمروا في عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. الكلمة للفريق الاشتراكي في حدود دقيقة واحدة، تفضل سيد النائب. شكرا سيد رئيس، سيد رئيس الحكومة المحترم. حقيقة أنا غادي نعتمد على المعطيات ديال وزارة المالية، هو أن المديونية ارتفعت ب 142 مليار درهم، هذه حقيقة ديال وزارة المالية والإحصائية ديالها. اليوم سيد رئيس الحكومة المحترم، احنا كنقولوا دي هذا أمر اللي ما بانش على مستوى الواقع ولا مستوى ديال المعيشة ديال السكان، وبالتالي ملي كنشوفوا حاليا كنشوفوا على أن هذه المديونية هادية مشات للاستهلاك وليس للاستثمار. والدليل على ذلك سيد الرئيس الحكومة المحترم هو المقاولات اللي ما تخلصتش. اليوم كاين مقاولة الإخوان والأخوات النواب المحترمين اللي قاموا بأشغال، قاموا بمدارس، قاموا بثانويات، الناس قرات وما تخلصتش إلى يومنا هذا. سيد الرئيس المحترم، كذلك ملي كنشوفوا هذه المديونية ارتفعت خصنا نعرفوا الخطورة ديالها على مستوى السياسة ديال البلاد، لأن هذه العملية قد جرنا اللي كنا فيه سابقا ديال البرنامج التقويم ديال 1981. لهذا سيد رئيس الحكومة المحترم. شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. الكلمة للفريق الحركي في حدود 4 دقائق. الفريق الحركي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. السيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن تقديري لكم لحكومتكم للطرح موضوع ذات أهمية بالغة للمناقشة، علما أن إشكالية الدين وما تفضلتم به أمامنا لا يمكن تداوله بما يستحقه من اهتمام خلال هذه الجلسة. فلا يخفي عليكم سيد الرئيس الحكومة أن الهم الوحيد والأوحد الذي يؤرق حكومات العالم اليوم هو ليس فقط استرجاع التوازنات المالية، بل المحاولة الجاهدة لهذه الحكومات لاسترجاع سيادة اقتصاديتها وماليتها العمومية، وهو معطى لم يعد خافيا على أحد. إن الإشكال القائم اليوم يتلخص في إيجاد الوصفات والسبل الحقيقية لمعالجة ثقل كتلة الدين وتخفيض من وطأته على الاستثمار العمومي وعلى التنمية البشرية والاقتصادية عموما. إن الحكومات المتعاقبة وبالرغم من محاولتها معالجة إشكالية الدين والحفاظ على التوازنات المالية في نسب معقولة، إلا أنها وللأسف لم تفلح من انعتاق من دوامة هذه الآفة. وهذا أمر طبيعي، لأن هذه الحكومات بقيت حبيسة منظور اقتصادي ومالي ولم تعد قادرة على الأخذ بزمام المبادرة لطرح بدائل أخرى ممكنة. فالمنطق الذي أغرق دول بأكملها في مستنقع الديون الداخلية والخارجية هو نفس المنطق الذي اعتمدته الحكومات السالفة وتسير على نهجه الحكومة الحالية. إن الأرقام المعروضة أمامنا لها دلالتها ولها معناها، لكن وكما أشرنا إلى ذلك وجب أن نصوغ توجهات سياسية اقتصادية ومالية من جيل جديد وخارج منطق وتوجيهات المؤسسات المالية الدائنة. إن استرجاع التوازنات المالية يمر عبر استرجاع جزء من سيادة القرار في التوجهات الاقتصادية والمالية لبلادنا. لقد قدمت عدة وصفات لتخفيف الدين الداخلي والخارجي في الماضي القريب، إلا أن هذه الإجراءات لم تعد نفع في تسديد الديون، بل ساهمت في الزيادة من كتلة الدين. هذه هي الحقيقة اليوم. إننا في الفريق الحركي ننادي من هذا المنبر بسن سياسات اقتصادية ومالية مواطنة وإنسانية، ومع فتح نقاش عمومي بمساهمة كل الأطياف السياسية لبلورة استراتيجيات فعالة تمكننا من تثبيت استقرارنا الاقتصادي والمالي على غرار الاستقرار السياسي التي تنعم به بلادنا بفضل حنكة صاحب الجلالة نصره الله. إن الإشكالية المتعلقة بالدين هي قضية وطنية بامتياز بعد قضية وحدتنا الترابية، ويضعها حزبنا في صلب اهتماماته، فلا يمكن تمتين جبهتنا الداخلية في غياب استقرار مالي وفي تسجيل مواصلة تفكيك النسيج المجتمعي
بفعل التأثيرات السلبية للدين الإجمالي على المجتمع وعلى خزينة الدولة. تلكم أيها السيدات والسادة رسالة الفريق الحركي وتلكم تطلعاته. من أجل مغرب الغد لذا وجب علينا جميعا وبروح صادقة ومواطنة إيجاد الحلول. إن إشكالية الدين هي منتوج متعمد لسياسات ليبرالية بدون قيود تغفلت وتجاهلت عنصر التنمية الحقيقية خدمة لأهداف السوق. إن الرهان اليوم هو على العنصر البشري وعلى الطاقات الوطنية لخلق ثروات مادية وغير مادية تقينا شر الاستدانة المستدامة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. كلمة لفريق الاتحاد الدستوري في حدود دقيقة واحدة. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، على مستوى المديونية أنجزت الحكومة أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة، فقد بلغت المبالغ المقترضة إلى 122 مليار درهم. لقد كانت المديونية قبل هذه الحكومة في حدود 428 مليار درهم، وأصبحت الآن تتجاوز 544 مليار درهم. إن ارتفاع مديونية الخزينة إلى 63.5% يترجم إلى حد ما تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الموارد الجبائية لأهم المساهمين، وفي ظل هذا التراجع المالي لنظام المعاشات المدنية، كل ذلك يفرض اللجوء إلى الاستدانة. فهل إن عدمت الاختيارات؟ فهل افتقدنا القدرة على ابتكار حلول هيكلية لمواجهة اختلالات مالية العمومية؟ الاستدانة وبالشكل الذي تتم به يشكل حاليا أسهل حلول لهذه الحكومة، ولكن سيد رئيس الحكومة إلى متى؟ الاستدانة المفرطة ستؤدي إلى تآكل ثقة وتضييق دائرة الحلول، إن لم نقل ستؤدي إلى غرق البلاد في دوامة من المشاكل والتداعيات على جميع المستويات. شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي في حدود 3 دقائق و30 ثانية. سيد رئيس مجلس النواب المحترم، سيد رئيس الحكومة الموقر، سيدات والسادة الوزراء المحترمين، سيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة أمامكم باسم فريق التقدم الديمقراطي. وبدون شك فإن المغاربة جميعا يتابعون تطور الدين العمومي من جهة، وأيضا يتابعون مصارف خدمة الدين العمومي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني. سيد رئيس الحكومة، إن الموضوعية تقتضي أن نضع الأمور في سياقها، والسياق ينطلق منذ أن شكلت الحكومة، بحيث أن الوضع الوطني عرف ارتفاعا لمجموع المؤشرات، وأساسا عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات وعجز الميزان التجاري وارتفاع الكتلة الأجرية وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية وارتفاعات شتى. وحتى سيد رئيس الحكومة المحترم، إن الوضعية أيضا شهدت أزمات لم تستثني الدول المتقدمة والعظمى، وأيضا شملت حتى الدول المتخلفة، ومن بينها الدول المتقدمة التي يتعامل مع المغرب بشكل كبير. سيد رئيس الحكومة، اسمحوا لي أن أقول لكم بأن بداية الحكومة كانت في وضع عسير جدا وجدا، واليوم ونحن نتابع الوضع في المنطقة العربية في بعض البلدان أساسا التي فقدت السيطرة على استقرارها وأصبحت في وضع لا تحسد عليه، أيضا مجموعة من الدول تحلم بالسلم المدني وبالاستقرار والبحث عن التنمية والديمقراطية. وفي هذه المرحلة ونحن اليوم علينا أن نقيم الوضع ما بين البداية واليوم.
اليوم مجموع المؤشرات تحسنت، مجموع المؤشرات نسجل بإيجاب أنها تحسنت، وأن المغرب ولله الحمد حافظ على استقراره وحافظ على وثبت مؤسساته، بل ركزها وطورها بشكل كبير جدا مقارنة مع الماضي. سيد رئيس الحكومة، إننا في فريق التقدم الديمقراطي واعون أن تمويل العجز الميزانية عن طريق الاقتراض ليس عيبا، شريطة أن يوجه هذا الاقتراض إلى الاستثمار. شكرا سيدنا، والاستثمار المنتج. شكرا سيدنا، شكرا، انتهى الوقت. الكلمة المجموعة النيابية للتحالف الوسط في حدود دقيقتين، تفضل سيدنا سيلال. شكرا السيد الرئيس. السيد رئيس الحكومة، مما لا شك فيه أن الحكومة لديها وعي تام بالانعكاسات السلبية لتفاقم عجز الميزانية على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية، ولولا الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة والهادفة إلى تحسين ترشيد وتدبير النفقات العامة والمتمثلة خاصة في إصلاح نظام المقاصة عبر إدخال نظام المقايسة الجزئية وتغطية المخاطر المرتبطة بالارتفاعات المهمة لسعر الغزوان وفي التحكم في كتلة الأجور، لفاق عجز الميزانية مستواه ولتفاقم الدين العمومي بصفة أكبر. وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية والمخاطر المحيطة بها، فإن الاقتصاد الوطني استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية وينخرط في تحسين مستمر لأدائه، حيث سجلت نسبة نمو مهمة خلال سنة 2014 3%، والتحكم في التضخم 0.4%، وتحسين عجز الميزان التجاري الذي تقلص 6%، فضلا عن ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات، وخاصة بفضل تقلص الطاقة في الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بشكل مهم. وعموما هذه النتائج الإيجابية جاءت طبعا بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية بالمغرب، كما حافظ المغرب على ثقة الشركاء والمستثمرين، كما تشهد على ذلك استفادته من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي والشروط المتميزة للاقتراضين الأخيرين للخزينة في السوق الدولية. غير أن رفع التحديات التي تواجهها الحكومة لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتحديث هياكله والرفع من تنافسيته يقتدي تسريع وتيرة الإصلاحات وتوسيع طاقة نطاقها في إطار تفعيل. شكرا، انتهى الوقت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أعبر عن أنني حين أسمع بعض التدخلات أتساءل عن هل نحن نعيش في نفس البلد أو أننا نعيش في بلد آخر. إذا كان الوضع بهذا السوء الذي أسمع من بعض السادة النواب المتدخلين، فأولا كيف استمرت هذه الحكومة
ما يقارب 3 سنوات ونصف. كيف استمر الشارع المغربي هادئا آمنا مطمئنا متابعا للحياة السياسية ومنخرطا فيها؟ كيف في 3 سنوات صعبة جدا في المنطقة كلها المغرب ما فتئ ينال تهاني الأطراف الخارجية ومؤسسات التنقيط الدولية الاقتصادية؟ كيف ترتفع شعبية الحكومة وشعبية رئيسها حسب استطلاعات الرأي؟ أخبرونا لكي نفهم، هل فعلا نحن على أبواب تقويم هيكلي جديد؟ هذا كلام مجانب للصواب. نحن لا نفر من المسؤولية، أن نسأل، نحن هنا لنسأل ونسأل، ولا ندعي أن أداءنا هو أداء مثالي. أداءنا فيه أخطاء وعيوب حل ديال الناس كاملين، ولكن في العموم الحمد لله، الحمد لله في العموم الأمور جيدة. باقي ما وصلناش للدرجة اللي نكون مقتنعين فيها 100%، ولكن الأمور جيدة. ولهذا لما قام سي عمر، لما قام وذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا كنقولها وكنأكد عليها، أنا ما كنآمنش بالسياسة اللي كيعملها الإنسان فقط. أنا كنآمن باللي السياسة هي سبب من الإنسان وهي توفيق من الله، والله سبحانه وتعالى يقول: وما توفيقي إلا بالله، على لسان صالح فيما أذكر. فلهذا خص تكون الأمور عندنا واضحة فعلا. نحن نستبشر خيرا كلما نزلت قطرة من السماء، صحيح، ونؤمن ببركة الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بيمن الطالع، لا نتشائم كما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن بيمن الطالع. وتفائلنا كثيرا لما التحق بنا إخواننا من الأحرار بالانسجام الذي حصل في الأغلبية كما كان حاصلا في الحكومة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا تالت الشريكين ما لم يخون أحدهما. فحين يكون الشركاء متجانسين ويعملون بنية حسنة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهما. لماذا لا نقول هذه الأشياء؟ وكيف لا نستغرب، كيف لا نستغرب فضل الله سبحانه وتعالى علينا ولا نذكر به حين نرى حتى أثمان البترول قد نزلت في النهاية؟ هذا كذلك لابد أن نستشعر أنه من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى هذا الحكومة وعلى هذا الشعب وعلى هذا الوطن وعلى ملكنا حفظه الله لنا. لابد أن نقول هذه الأشياء، لا سبيل للتراجع عن هذه الأشياء. ولكن إذا كان هنالك عجز، واسمحوا لي أن أشرح للمواطنين أن العجز هو ماشي واحد الحاجة اللي اخترعتها هذه الحكومة، هو العجز كان موجود وجينا ولقيناه. وشنو هو السبب دياله دائما؟ السبب ديال العجز هو أنه الإمكانيات التي تكون عند الدولة تعجز عن أن تؤدي مصاريفها، فنحتاج إلى المديونية فنستدين. بحال كل عائلة كتصور 10,000 درهم والمصاريف ديالها 12,000 درهم، كيخص هذيك الساعات تمشي تخرج تستدن. أنا كنستغرب دابا لواحد القضية، ملي جيت نقص من ملي جيت نزيد في الثمن ديال المحروقات، انت وقلتي لي لا، دابا كون ما نقصناش الثمن ديال المحروق، كون ما زدناش الثمن ديال المحروقات وعملنا الاصلاح ديال المقايصه، كنا غنحتاجوا 100 مليار ديال الدرهم اخرى، بين 80 و100 مليار ديال الدرهم اخرى. ديروا الحساب، ملي جيت في عام 2012 خلصنا 21 مليار ديال الدرهم في المازوت ديال المغص. هذا العام 2015 راه المدير ديال الميزانيه فرحان لانه ما غنخلصوا ولا درهم واحد، 21 مليار درهم غير ديال المازوت، 57 مليار درهم ديال المقصه، هذا العام 23 مليار ديال الدرهم، 34 مليار ديال الدرهم ديال 2015، و23 مليار ديال الدرهم ديال 2014، و11 مليار ديال الدرهم ديال 2012. هذه كتمثل بين 80 و100 مليار ديال الدرهم.
هاد 80 مليار ديال الدرهم منين كنا غنجيبوها؟ لو كان سمعت لكم غنجيبوها من العجز، غنجيبوها من الدين، غتكون زايده على داك الشيء الاخر. ملي جينا نزيدوا في الثمن ديال الماء والكهرباء، قلتيوا لي لا، ما تقيش الثمن ديال الماء والكهرباء. لو كان ما زدناش في الثمن ديال الماء والكهرباء، العجز شحال غادي يكون عاوتاني؟ 17 مليار ديال الدرهم اضافيه فيما اذكر. إذا كان 17 ديال المليار ديال الدرهم اضافيه، منين غادي نجيبوها؟ عاوتاني غادي خصنا نجيبوها من العجز. وهكذا ترون ان هنالك تناقض في الخطاب. انا غير قولوا لي كلمه واحده، قولوا لي شنو بغيتيو، داكشي اللي بغيتيو نديروه، ولكن واجهوا المجتمع به. ماشي ملي تجي تاخذ الاجراءات اللي فيها المصلحه ديال الشعب وديال المجتمع، تنوضوا تبداو تتعايروا، وتنوضوا تبداو تتقولوا الكلام ديال السفاهه، وتنوضوا تقولوا الكلام اللي خارج الطريق. نعم انت ولا ضرب 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 تما ضرب تما. شوف لا ما نسحبش، لا ما نسحبش، ما غنسحبش، ما غنسحبش، ما غنسحبش. نعم ما غنسحبش، غادي نزملك، ما كاينش اللي يكثر منك. ما غنسحبش، ما غنسحبش. انت كتحمل الكلام ديال ماشي معاك تنهضر. علاش اللي ما نطيش؟ علاش اللي ما نطيش نهار اللي علاش اللي ما نطيش؟ ها رئيس الحكومة، رئيس الحكومة محصن بالدستور وبالقانون ولا تخيفونه أبدا. لا لا علاش ما درتيش هكذا النهار اللي نهار صاحبك، النهار اللي نهار صاحبك تيتكلم على داعش؟ انت هو السفيه، انت اكبر سفيه. غير خلاهم يحسبوا لي يديروا اللي بغاو. انت اللي تعطيني الإذن تتكلم السيد الرئيس. خليهم تيسالوا على خاطرهم. ما هضرتش عليك انت، ما هضرتش عليك انت. ايوا قول على اللي قال داعش واللي قال النصرة واللي قال الموساد. ايه نعم ايه. لا بقى تخلصوا، رفعت الجلسة. سيد رئيس رفعت الجلسة، سيد رئيس، سيد رئيس.